السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير وتشاهدوا هذا الفيديو ان شاء الله في صحه جيده. اليوم غادي نفصل معكم واحد المونطو طويل كل طيور عندي هنايا. غادي ندير هذا المونطو، هذا فيه في الطول 1.26 متر، عندي هنا الطرف هذا انا فيه 1.33 متر، لحساب خديت هذا غير بالكيلو. عندي هذا الطرف هذا نخرج منه المونطو، وطرف واحد عندي نخرج منه الكمام وداك التبطين ديال الكول. هنا عندي راه حطيت انا العبارات، كنت كنفصل وعاد تفكرت نصور لكم هذا المونطو هذا على حساب واحد الاخت كانت طلبت مني، قالت لي بغات كل طير ولا كل شهر وبغاتو بلا كمام. انا هذا غنديرو بالكمام، ولكن غنوريك الطريقه. راه نفس الطريقه هنا في التركيز، كديري نفس الطريقه، غير هي ما كتركبيلوش الكمام، كديري له الدوبلور. حتى هذا انا غندير له الدوبلور، ولكن بالنسبه للتركيز ديال هذا كيفاش تخيطي الدوبلور مع التركيز بلا كمام، راه عندي الجيلي حاطاه بهذا بالدوبلور. الا بغيتي ترجعي كيفاش تفيني من هنايا من هذه البلاصه هذا ديال التركيز مع الدوبلور، راني حاطه داك الفيديو، ترجعي لهذا الخياطه هذه وتشوفي كيفاش درت له وتخيطيه. بالنسبه للفصاله ديال الكول انت غادي تشوفي معايا هنا كيفاش غادي ندير له. غير بالنسبه للتركيز هنا، الا كنتي ما غديريش الكمام تاخدي العبر ديال التركيز ديالك وغتحطي داكشي اللي عندك، غادي تحطيه هنايا وصافي. هنا عندي انا حاطه العبارات ديالي مصاوبه التركيز، العبارات راني حاطاهم معاكم شحال من مره كيفاش تحطوا العبارات ديال الصدر وديال ديال البطن وديال الحوض. كنهبطوا من هنايا 14 البطن، ومن البطن للحوض 14. هنايا كنهبطوا داكشي اللي عندنا هنا في الكتاف كنهبطوا به هنايا صافي، وكنخرجوا العبر ديال الصدر ديالي. وهنايا في الدوره ديال العنق درت انا 7، باش ما الا ما بغيناش يجينا محلول بزاف كنديروا 7، بغينا يجي شي شويه محلول نديروا 8. انا هنايا درت لها 7 صافي، وكنهبط هنايا في الدوره ديال الظهر كنهبط 2 سنتيم. ها هي هنايا كنطيح 3 ديال السنتيم هذه ديال الكتاف وصافي، وكنصير بخط. صافي راني طراسي الطول ديالي. هنا كديروا شحال ما بغيتوا، الا بغيتوا يجي ايفازي كديروا، انا عندي هنايا درت 38، بغيتوش يجيني عريض بزاف من التحت، بغيتو يجي ايفازي ديروا 40 ولا 44 شحال ما بغيتو ديروا في الايفازي نتوما وشنو كيعجبكم. صافي دابا غادي نقطع. انا فصلت هنايا الظهر هو الاول وعاد نفصل هنايا الامام. صافي غادي نجيب دابا الطرف هذا اللي عندي هنايا هو هذا، غادي ندوره هكا عندي. هاد الجهه هذه اللي فيها الحاشيه هي هذه الحاشيه ديال الثوب، كنقلبها من جهتي نقادها. ونجيب هاد الظهر هذا ونحطو عليها هكا. هادشي هذا علاش؟ باش كيساعدنا بلا ما كنديرو الباترون، لا بغينا نفصلو هاد بالنسبة لهاد الكول هذا بغينا نفصلوه بلا باترون كيجي ساهل ويجي دغيا. كنديرو هاد الطريقة هادي صافي، غنقد هكا الظهر. بالنسبة هنايا خصنا نخليو هنايا واحد 8 ديال السنتيم ولا 10 على حساب الكول شحال بغيناه يكون عندنا عريض. غادي نخليه مثلا هنايا انا غنديرو شوية عريض، غنخلي واحد 6 سنتيم ديال الكول هنايا، وعاد 3 سنتيم ديال السدايف ولا 4، غندير لها 4. انا غنوريكم هنايا هذه 6 سنتيم اللي غادي نديرو ديال الكول، وهذه 4 سنتيم ديال المارد ديال السدايف، هي المجموع شحال عندنا 11. نجي لهنا ندير 11 ونعلم 4 هنايا عاد بوحدها باش نسطر.
صافي هنا طراسيت، وغادي نحط دابا هاد الظهر هذا، غنقادو على الطراساج هذا اللي عندي من الداخل، هو هذا غادي هنايا نضرب 4 سنتيم، هي المرض ديال الصدايف، هنا غادي يكونوا لاصقين لنا الصدايف، وهذا هو 6 سنتيم اللي خليت ديال الكول. هنا راه قدي التوب ديالي كما شفتوا، قديتو على هذا الخط اللي درت هنايا. بالنسبه للحطه ديال هذا ديال الظهر، راه كنحطوا هاد الجهه اللي كتكون عندي ما عريضاش بزاف، هي اللي كنحط فيها الكتاف، وهاد الجهه اللي كتكون عندي عريضه هنايا هي اللي كنردها من التحت. هنايا غادي نطراسي دابا على هاد الظهر، كما شفتوا هنا راه طراسيت التركيز ديالي هو هذا، نزيد نبرك عليه باش يبان لكم. هذه الدوره ديال العنق، هنا غادي نجي نعلم الخطوط ديال البطن وديال الصدر وديال البطن. انا هبط هنا 14، هذا هو ديال البطن، وهذا عندي ديال الصدر، كنحط هكا خط مستقيم. هنا الا بغيتي داك الكول اللي كيكون مقلوب هكايا، الا بغيتيه يجيك مقلوب بزاف محلول بزاف، ديري حد البطن. بغيتيه تجي محلول غير شويه ديريه في الصدر، ولا يمكن لك ديريه بين البطن بين الصدر والبطن، ديرو مثلا هنايا. نجي لهنايا غادي نهبط الدوره ديال العنق ديالي، الا بغيت تجيني محلوله ندير 10، فاش تجيني مجموعه شويه ندير 8، هنا ندير 8 غندير 10 عفوا، صافي. وغادي نجي هكايا وندورها اما بيدي اما بهادي، جيبي هكايا تحطي على هذا الشكل. وهنا غادي نخرجها خط مستقيم يجيني، صافي. هنايا غادي يكون عندي الدوره ديال العنق هي هذه ديالي، ودابا غادي نهبط من هذه النقطه هذه لهنايا، لهذه النقطه هذه هاد 4 سنتيم، حيت هي غتبقى ما غاديش تحيد، غنحيدو هاد الطرف هذا. هنايا غادي نجيب المسطره من هاد النقطه هذه للنقطه هنايا، الا كنتو باغيين ديرو في البطن بغيتو تطلعوا لهنا للوسط فغديروها في الوسط. هنا عندي 6 سنتيم قلنا، الا بغيتي تنقصي منها غتنقصي منها. صافي من هنا من تحت ملي كنديروا داك الخط المستقيم، راه كنطلعوا واحد جوج سنتيم من هنايا، ملي كيكون المونطو عندنا طويل ولا جلابه كنطلعوا واحد جوج سنتيم حتى لثلاثه الا كان طويل حتى لتحت. هنا عندي انا طلعت هي جوج على حسب ماشي طويل حتى لتحت، عندي من تحت الركبه شويه. صافي هنا غادي نحيد دابا هاد البلاصه هادي، غادي نقطع من هنايا وغادي نهبط هنايا، غتبقى لي هاد 4 سنتيم وغيبقى لي الكول ديالي هنايا. صافي هذا هو الكول ديالي، هكا كيجي مقلوب كما كتشوفي معايا. هنا كندير كرانه كنعلم هنايا، حيت الكول ديالي اللي كيجي لاصق من الفوق، هذا الكول التتيمه ديال الكول الكول كتجيني حد هنا لاصقه، غندير هنا كرانه باش نبقى عاقله على البلاصه حداش غادي نخيطه. صافي وهذا كيبقى كيجيني محلول هكايا، كنقلبو هكا هنايا
وهنا كيكون عندي صديفات، ندير صديفات شحال ما بغيت هنايا، جوج ولا ثلاثة على حساب. الطريقة هذه راها ساهلة، تبعي معايا، نتمنى تجيك سهله وتطبقيها ان شاء الله. هنايا كنهبط 14 وندخل جوج سنتيم ديالي هنايا في التركيز ديال الامام، صافي. وندي بخط هكايا كنخرج هنا زيرو وكنولي نخرج هنا زيرو. هنا انا غادي نحيد جوج سنتيم من هذا الكتف ديال هذا ديال الامام، نعبر التركيز ديالي شحال فيه، عندي فيه 27. هنا مي غادي نجي نفصلو داك الكول ديالي اللي غايجي من الفوق، غادي نعبر هنايا شحال عندي، خصني نعبر هنايا في ديال الخلف، غنخليها على جوج ونعبر. هنا عندي 8، نجي لهنا عاود ونعبر، ندور هكا معاه بالسنتيم. عندي هنايا 23 بهذا 8 اللي هنايا، وهنا عندي والتتيمة ديال هنايا عندي 23، صافي. باش منين نجي نفصل الكول ديال اللي غايجي داير لي من اللور، نعرف شحال عندي هنايا في الدورات ديال العنق. الطرف هذا هو اللي غنخرج منه الكمام، حيت هاد التوب انا خديته غير بالكيلو، كان فيه هذاك الطرف كبير وهذا صغير الكمام، صافي. هنا طويته على جوج ونولي نطويه عاود على 4 باش ندير الكمام ديالي. نشوف شحال عندي هنا، ندير 24 هنايا، غادي نهبط من هنايا نقاد التوب هنايا، غادي نهبط هنايا 13. هنا بالنسبة للمونطو الا بغيتو الكم يجيكم واقف، يجي بحال هادوك اللي كيتباعو، يمكن لكم تهبطو حتى 14 ولا 15 باش كيجيكم واقف. غير هو من في اللبسه كيجي من هنا من الدراع كيجي مشنق الا بغيتي تهزي يديك، حنا كنديروه في الوسط كنديروه 13 كيجي مزيان. بالنسبه للدراع عندي 19 دراع، كنهبط من هنايا واحد 9 سنتيم ولا 8 ونحط العبار، غندير 20 زيد سنتيم ديال الخياطه، ونحط الطول ديالكم. عندي في الطول ديالكم عندي 60، غندير 63 على حساب لوغلي. انا في المونش غندير 14. هنا غادي نجيو لهاد البلاصه هادي، غادي نقسموها على جوج هكا، نديرو هكا نقسموها على جوج، وهاد المسافه هادي اللي هنايا غنوليو نقسموها عاود على جوج. جاتني هنا 6.5، وهنا عاود على جوج هكا نهاد الشكل. انا وريتكم شحال مره في الفيديوهات هذا التركيز كيفاش كنفصلوه، غنولي نعاودو معاكم. هنا كندخل سنتي في هذه النقطه هذه، كندخل هنا سنتي لداخل، وهنا كنولي نخرج سنتي، وكنجي كنصير بخط هكا غير باليديه، كنجيب هذه النقطه هذه كنصيلها لهنايا للتاليه، نصيل هذه النقطه هذه لهنا لهاد النقطة، نجيب هادي عاود ندوزها على هاد السنتيم اللي خرجت به هنايا، نصيلها هكا نخرجها ليه على هاد الشكل، صافي. غنجيب بسطولي غادي نحطها هنايا في هاد النقطة اللي عندي هنايا، غندخل داك السنتيم، صافي. هذا هو الكم ديالنا.
صافي هذا هو الكم ديالي كما كتشوفوا هنايا. غنشوفوا شحال عندنا فيه. عندي 27. غنحلو هكا على جوج، نخليها على جوج، نعلم هاد البلاصه هادي باش غادي نقص منها واحد السنتيم. هادي هي اللي كتكون من جهه الامام. كنجي هنايا كندخل واحد السنتيم، كنعلم هكا باش ما ننساش هاد البلاصه هادي هي اللي كتكون عندي من جهه الامام. صافي غنحيد دابا الكم ديالي وغندوز باش نفصل التبطين ديال الكول. انا جبت هاد الطرف هذا طويته هكايا على جوج، المسافه اللي غادي تكفيني لهاد الدوره هذه ديال العنق. كنديروا الدوره ديال العنق وندخلوا هنا 7 سنتيم. غنجيب هنايا دوفا ونحطها عليه. صافي هنا كنقادو مزيان، كنجي كنطراسي هنايا عليه، كندور مع هاد الدوره ديال العنق ديالي، ندخل هنا واحد 7 سنتيم، 7 ولا 6 ديك ماشي مشكل. صافي كنهبط من هنا كنطراسي حتى لتحت. هنا كندير العبر اللي بغيت. هنا الا بغيت هاد التبطي اللي من الداخل يجيني عريض بزاف، بغيتو يجيني شويه، المهم انا هنا غندير 13. نقول لكم ديروا 12 10 9 شحال ما بغيتو. بالنسبه هنايا كنجي لهنا كندير 12، وكنصير بخط هنايا. صافي هنا راه طراسيت كما كتشوفوا، كنشد من هنايا حتى لهنا حتى لتحت. دابا غادي نقطع. صافي هادو هما التبطين ديالنا بجوجهم كما شفتوا على هاد الشكل. صافي دابا كنحيدوهم وندوز هنايا باش نفصل داك الكول ديالي. هنا غادي نفصل التتيمه ديال الكول ديالي. عندي هنايا هاد جوج قطع هنا ديال الثوب، طويتهم هكا على 4، هانتي كما كتشوفوا معايا، نجيب هكايا ونطوي على 4. غنشوف القياس ديالي اللي خاصني في، غندير 25 داك جوج سنتيم ديال الخياطه كنزيدوها. صافي غادي نعلم هنا هكا في العرض ديال الكول. غادي ندير فيه انايا ندير فيه 12. الا بغيتي ديري اقل ديري اقل، ما بغيتيش يجي كبير. بغيتي تزيدي عاودي بغيتيه كبر من هذا الشيء تزيدي شحال ما بغيتو ديال شحال ما بغيتيه يكون عريض. هانتي غندير 12، هي جياني هنا وهنا راه جياني 12 نيشان. صافي هذا هو الكول ديالي. مازال غادي نقص منه من هنا من هاد الجهة هادي. غنشوف غنجي لهاد البلاصه هادي وغنشوف شحال عندي فيها هنايا. الا كان قد صافي ما غاديش نقص. هنا عندي هادي فيها 11، هنا عندي قلت 11، غادي نقص سنتيم. واحداش ديالي غادي نجيب هاد السنتيم وغنصيلو لهنايا.
نجي على هذا الشكل هذا. صافي هذا هو الكول ديالنا. دابا غادي نعلمو، ندير له كرانه في المنتصف هنايا وصافي. هذا هو المونطو ديالنا. نتمنى يكون جاكم الطريقه الفصاله ديالو سهله. هذا راه غندير له ان شاء الله الدوبلور. بالنسبه للطريقه ديال الدوبلور راني حطاها معاكم في جوج ديال المونطويات، حتى الطريقه الاولى ديال الدوبلور اللي كيكون واصل حتى لتحت ملاقي من لتحت من جهه لوغلي، ودايره الطريقه الثانيه اللي هاد العام راه كاينه بزاف، كيجي ناقص الدوبلور على المونطو واحد 10 سنتيم ولا 20 سنتيم شحال ما بغيتو تنقصو. من تما باش ما كيجيش المونطو ملي كتلبسيه ما كيجيش مشنق من التحت، وخصوصا اللي ما عندوش داك الفيزلي اللي كيلصق. انا هذا غندير له الطريقه الثانيه اللي كيجي لاصق، اللي كيجي ناقص على الدوبلور، كيجي ناقص على المونطو واحد 20 سنتيم، كيجي ساهل في الخياطه، وحتى من التحت كيجي اللبسه كيجي زوين ما كيجيش مجموع. صافي هذه هي الطريقه. نتمنى الاخت اللي كانت طلبت مني الكول الطيور تشوف هذا الفيديو، راه هذه هي الطريقه. ها الا بغيتي تطبقيها على المونطو ولا على لافيست ولا على جيلي ولا اي حاجه بغيتي تطبقي، راه هذه هي الطريقه ديالو سهله. انا راه نسيت ما فصلتش معكم الجياب، ما طراسيتهمش هنا، غادي نطراسيهم دابا. الجياب غندير لها جيب باسبوال، هادشي باسبوال بغاتهم، هذا ديال بنتي بغاتو يجيو هابطين شي شويه. غنهبط اكثر من 14، غادي نهبط 20 هنا، ونجي لهنايا هكا خط مستقيم، وغادي نخرج 9 ديال السنتيم، ونحط هكا المسطره. ومن هاد الجهه هادي غادي نخرج واحد 7 سنتيم صافي هكا، ونحط 15، ندير هكا، نخلي واحد 3 سنتيم هنا في المنتصف. ولا هذا غندير واحد الطريقه واحده اخرى نحطو معاكم ان شاء الله، غنخلي غير سنتيم هكا، دابا غنطراسي في من التحت. صافي هذا غادي نضرب عليه هكا، حيت هذا هو الوجه هنا غادي يكون عندي الجياب. صافي الجياب غادي نخرجهم من الطريف اللي عندي هنا اللي شاطلي. هنايا راه درت هاد الطريفات، جبتهم هاد جيب باسبوالي، عنده واحد كيجي عنده البنطه على برا. انا غنوريكم الطريقه ديال الفصاله ديالها وتشوفوا ان شاء الله في الخياطه، ماشي بحال جيب باسبوال اللي مولفه كنصاوب معاكم. هنايا غادي نخلي بعدا هنا واحد جوج سنتيم ديال الخياطه، حيت هاد الثوب هذا ديال الصوفه راه كيتسل، من الاحسن نخلي جوج سنتيم. هنا عندي في البانده غتكون فيها 15، وغادي نزيد جوج سنتيم ديال الخياطه، هي غندير فيها 17. العرض ديال الباندا غندير فيها 5، وسنتيم ديال الخياطة اللي غيكون عندي من هنايا هي غنزيد 7. صافي هذه هي الباندا ديالنا هكا كتجي. مازال غادي الا بغينا نديروها مايله غنقص واحد سنتيم من هنايا وغنقص سنتيم من هنايا، كتجينا بحال اللي مايله كتعطي منظر زوين. صافي هذه هي الباندا ديالنا،
بتشوف ان شاء الله تشوفوا في الخياطه معايا كي غنديروا لها. ونحيد واحد جوج طريفات باش غادي ندير لصقهم مع الدوبلو. التسمه ديال الجيب غنديرها من الدوبلور باش ما يجينيش غليظ، حيت الثوب ديال الصوفه غيجي غليظ من الداخل. غندير التسمه ديالو من الدوبلور. صافي، هذا هو المونطو ديالنا. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، استفدتوا منه. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعمونا باشتراك وبلايك وتبارطاجيوه مع الاصدقاء والعائله. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله.